سلام الله عليكم مشاهدينا، نطل عليكم من جديد وكما عودناكم على شاشة السلام تي في من خلال برنامج جاوب واربح من هنا المساحة التجارية الكبرى نخلة مول. مرحبا بالجميع. العدد يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ أعيد السؤال: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانك. ربي يجزيك يعيشك. وش حوالك؟ تبان شوية تالق راحك، انشط شوية، احكي معنا، ضحك معنا. ما على بالك رمضان وشوية تعب وشوية كذا، راك تعرفي. يقدرنا ويقدرك ان شاء الله. اذا معك برنامج جاوب واربح وعندي سؤال ليك. مرحبا. سؤال يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا في العالم؟ في العالم؟ العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا. والله هي يعني على ما أظن العاصمة الأوروبية الأكثر تلوث على ما أظن هي باريس. مع الأسف إجابة خاطئة. أعطينا كلمة بمناسبة الشهر الفضيل. والله نشكركم يعني على هذا الحصة، ونرحب بكم في مدينة فرجيوة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وصحة رمضانكم ورمضان مبارك ان شاء الله، وتحياتنا واحتراماتنا لكم. شكرا لك. مساء الخير. مساء الخير. صحة رمضانك. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك يعيشك. واش راكي؟ والله الحمد لله. جيتي تقضي اليوم؟ جيت نقضي شي حوايج العيد، نكسي للولاد، نفرح وليداتي، نروح نروح. مرحبا بك، ان شاء الله تروحي تاني بهديه مقدمه من مجمع نخلة مول. راح نعطيك سؤال، اذا جاوبتيني مبروك عليك الهديه. تفضلي. سؤال يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ ما عنديش الإجابة تاعها. نشكرك على المشاركة. فرصة أخرى وصحة بعد الفطار. شكرا لك. كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. صحة رمضانكم. كم السلام. مرحبا بكم. صحة رمضانكم. وش حوالك مع رمضان؟ كيفاش تفوت رمضان؟ والله لا بأس، الحمد لله لا بأس. هو مليح. لا مليح الحمد لله. مساء الخير. صحة رمضانك. عيشك. كيفاش اسمك؟ عبد الرحمن. مرحبا بك عبد الرحمن. واش جيت دير هنا؟ جيت نشري الكاطو في طاجي. ايه. واش تفطر؟ راك صايم؟ فطر. معليش، معك برنامج جاوب واربح، راح نعطيك سؤال، اذا جاوبتنا راح تربح هدية. سؤال يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ عاصمة اسطنبول. مع الاسف اجابه خاطئه. شكرا لك على المشاركه. صحه بعد الفطار. شكرا. وربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك. مساء الخير. صحه رمضانكم. مساء الخير. رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله. شكرا. مرحبا بك معنا في برنامج جاوب واربح. عندي لك سؤال، قادر تجاوبنا على السؤال؟ راك واجد. ربي ان شاء الله. ان شاء الله. إن شاء الله. سؤال يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ على ما أظن العاصمة برلين. مع الأسف إجابة خاطئة. شكرا لك على المشاركة. عندك كلمة تحب توجهها للمشاهدين بمناسبة الشهر الفضيل؟ والله نتمنى أن يزول هذا الوباء، ورمضان مبارك، ونتمنى الصحة والعافية لجميع الناس. شكرا لك وصحة فطارك، في أمان الله. شكرا. مساء الخير. صحة رمضانك. صحة رمضانك. صحة. واش راكي مع رمضان؟ جيتي تقضي اليوم؟ بديتي توجدي للعيد ولا مازال؟ مازال مازال. واش جيتي ديري اليوم؟ تسوق شوبينج. مرحبا بك ومرحبا بك في برنامج جاوب واربح. عندي لك سؤال، مستعدة تجاوبينا؟ إن شاء الله على بركة الله. إن شاء الله. السؤال يقول: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ بالنفايات ودخان المصانع و إيطاليا. مع الأسف إجابة خاطئة. شكرا لك على المشاركة. عندك كلمة تحبي تقوليها بمناسبة الشهر؟ رمضانكم وصحة عيدكم، وكل عام وحنا بخير إن شاء الله. شكرا لك. مساء الخير عليكم. مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك. مساء النور. الله يسلمك. صحة رمضانكم نتوما. مرحبا بك مدام معنا. يسلمك بنتي، طول عمرك. صحة رمضانك يعيشك. منين جيتونا؟ جينا من العلمة. مرحبا بناس العلمة عندنا، ومرحبا بناس الطيف العالي، نورتونا.
واش جيتوا ديروا هنا؟ جيتوا تقضيوا للعيد؟ لا لا انا جينا نقضيوا كل اسبوع نجي نقضيوا منا. مرحبا بكم، ان شاء الله المره هذه راح تروحوا بهديه من عندنا اذا جاوبتونا على السؤال. ان شاء الله عليك ثبت. ان شاء الله. السؤال يقول: ما هي العاصمه الاوروبيه الاكثر تلوثا؟ سراييفو. مبروك عليكم هدية مقدمة من نخلة مول. عندكم كلمة تحبوا تقولوها بمناسبة الشهر الفاضل؟ نقول لكم صحة رمضانكم وربي يوفق الجميع إن شاء الله فيما فيما ربي يتقبل الصلاة والصيام إن شاء الله. نطلبوا ربي إن شاء الله يهز علينا هذا الوباء أول أول، وربي صحة رمضانكم جميع الجزائريين كامل إن شاء الله. قعدوا معنا نهاية برك البرنامج باش تستلموا الهدية تاعكم. نمر بكم الآن لتقديم الجائزة على الفائز في عدد اليوم، ابقوا معنا. مرحبا بك من جديد معنا، فقط عاود ذكرنا بالسؤال والجواب. السؤال هو: ما هي العاصمة الأوروبية الأكثر تلوثا؟ الإجابة هي سراييفو. برافو، شكرا لك. الآن يقوم بتسليمك الجائزة ممثل مجمع نخلة مول. نعم تفضل سيدي. الله يبارك فيك، كثر خيركم. شكرا لك، عندك كلمة تقولها؟ نقول لكم بارك الله فيكم ورمضان مبروك إن شاء الله، وربي يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام إن شاء الله، وكثر خيركم. سعدنا بمشاركتك وبزيارتك لنا وسلمنا على ناس الطيف، شكرا لك. نصل بكم مشاهدينا إلى السؤال الخاص بكم أنتم مشاهدي ومتابعي برنامج جاوب واربح. والسؤال يقول: ما هي العاصمة الأكثر كثافة سكانية في العالم؟ أعيد السؤال: ما هي العاصمة الأكثر كثافة سكانية في العالم؟ الإجابة تكون على الرابط الظاهر أسفل الشاشة. ختام هذا العدد، نلقاكم في أعداد قادمة. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، سلام. سبل البذل.